إلا تبقوا محلكم وتتفرجوا. يلي عم تعملوا غلط كبير يا جعفر. جعفر بيعمل شو ما بده وما حدا بيقله إذا صح أو غلط. ضروري أعمل كل هالإشياء اللي أنتوا بتعتبروها غلط حتى أوصل على مصباح برجمان السحري، وناوي أعمل هالشي بمساعدة ابنكم. مساعدة ابنكم وغصباً عن إرادتكم، ولما أحصل على الحجر الأحمر رح امتلك مصباح برجمان السحري وصير صاحب الجنة. أنا رح صير صاحب الجنة تبع المصباح، رح يصير ملكي أنا. جعفر رح يسيطر على العالم، رح يسيطر على العالم كله. جعفر رح يتحكم بالعالم بإيده، هيدي رح يتحكم بالعالم. جعفر بترجيك تترك ابننا بحاله، نحن مستعدين نعمل شو ما تطلب. ما تلعب هيك ألعاب بقلب علاء الدين، أنا بترجيك يا جعفر. بكرة ابني بيفقد إيمانه بالصدق. هيدا اللي أنا بدي إياه، ما فهمتي؟ ضروري علاء الدين يخسر إيمانه بالصدق. علاء الدين رح ينفذ كل شي بطلبه منه، ورح يعمل كل هالإشياء اللي ما بدكن إياه أنتو يعملها. رح يصير الحجر الأحمر ملكي. جعفر صاحب الحجر. لا، ما رح اسمح لك تعمل يلي بدك إياه. أنت إنسان كتير شرير يا جعفر الساحر. بدك حجر ما هيك؟ قلت إنه بدك حجر، قلت إنه بدك حجر. شو الفرق إذا كان هالحجر من غير لون؟ وقف يا جن، شو عم تعمل؟ هو قال إنه بده حجر صح؟ رح يقتل هيدا السحر المنحوس بهيدا الحجر. وقف يا جن، شو شكلك جنيت؟ ما رح يصير له شي جعفر بهيدا الحجر، وأصلا غراتك السحرية هي اللي رح تتكسر. معك حق، بس شو لازم أنا أعمل؟ كل ما بشوف هيدا الساحر جعفر بجن جنون كتير، لأنه عم يسخل براءة علاء الدين لمصلحته الخاصة، وهيدا الشي بجنني كتير. بعرف هيدا الشي كمان، بس نحنا مش بإيدنا نعمل شي. لازم نعمل شي. لا يا جن، لا، ما رح روح لهونيك مرة تانية، بترجيك ما تبعتني ولا حتى كرمالي أنا؟ يا جن، ما أنت دايماً بتقوليلي إنك مستعدة تعملي هيدا الشي كرمالي. بترجيك يا جن ما تبكي، بترجيك ما تبكي. يعني أنت مستعدة تروحي لهونيك ورح تخبري علاء الدين كل شي عن الساحر جعفر، هيدا الرجال المجنون يلي ما بينطق؟ أنا كتير خايفة من الساحر جعفر الشرير. ما في داعي تخافي منه، لأنه رح أبعتك لهونيك مثل ما أنت على شكل دبانة، وهيك بصير فيك تروحي لهونيك وترجعي لهون ساعة اللي بدك. ما حدا في يمنعك ابدا. بس كيف ممكن هيدا الشيء؟ هلا رح بتشوفي يا دباني. علاء الدين سهيل، واخيرا انت هون. كنت عم فتش عليك بكل المدرسه. ليه؟ شو في؟ بلشت تدريب على البساط السحري هونيك، وانت كيف بعدك هون عم تقرا؟ تعال بسرعة جيب معك بساطك والحقني. يلا 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 يلا، رح نتأخر. انتو ثلاثة بتبلشوا تمارينكن بكرة الصبح، لازم تتذكروا تنتبهوا كتير منيح. البنتين اتنيناتن رح يبقوا بهالغرفة. وحدنا؟ أنا قلت البنتين اتنيناتن. طيب حاضر حاضر. طيب وانت الحقني تشوف لوحدين. طيب انا جاي، يلا وراكي. ما تخافوا ابدا، رح ارجع اشوفكم، تروني اتفقنا؟ انا جاي. هيدي الغرفة غرفتك،
انت رح تسكن هون. اسكن لوحدي؟ لا، رح تكون مع زكي. زكي؟ هو ابن ساحر كتير خطير، انتبه على حالك. شو هالغرفة الغريبة؟ نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.